تصدرت الفنانة الراحلة سعاد حسني الترند خلال الساعات الأخيرة، وده بعد استضافة الإعلامية منى الشاذلي لجهان عبد المنعم شقيقة سعاد حسني عشان تكشف العديد من الأسرار والحكايات في حياة السندريلا وتبين حقيقة انتحارها. جهان قالت إن العندليب عبد الحليم حافظ كان جار سعاد حسني في منطقة الزمالك، وكانوا دايما بيبصوا لبعض من الشباك، وإن سعاد اتجوزته لمدة 6 سنين ونص. كمان جهان كشفت تفاصيل علاقة السندريلا سعاد حسني بإخواتها، وقالت كانت دايما معانا في كل المناسبات، وكل ما بنحتاجها بنلاقيها، دايما بتودنا وبتحافظ على علاقتها معانا. حياتها كانت حقيقية وفيها بهجة، كل حاجة في سعاد كانت حلوة وروحها كانت أجمل ما يمكن. أما عن عدد إخوات سعاد قالت إن الأشقاء 2 والإخوات الغير الأشقاء 14. أما عن الجزء الأخير في حياة سعاد حسني، جهان قالت إن كان في فراق لأحبابها، أولهم موت أخوها وبعدين مامتها وبعدين صلاح جاهين. بعد كده أصيبت سعاد حسني بالعصب السابع واختفت عن الأنظار بعد فيلم الراعي والنساء، وإنها أهملت نفسها ومرضتش تروح للدكتور، عشان كده المرض ازداد عليها واضطرت اللجوء للكورتيزون، فوزنها زاد وأسنانها اتأكلت وعانت ألم شديد في الظهر، وكانت حزينة جدا لأن التمثيل قايم على رياكشنات الوجه. أما بالنسبة لقضية انتحارها، قالت إن التحقيقات أغلقت في القضية وإن هم عارفين إن هي اتقتلت وعارفين كمان مين اللي قتلها.